أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة، نستكمل فيه الحديث عما كنا بصدده. وصلنا إلى نقطة في الصلاة، هي صلاة، هي قرآن، هي مناجاة، ثلاثة ألوان، نعم، في حركة واحدة. إلى الآن المصلي أذن وأقام خارج الصلاة، نوى قبل الصلاة، الآن كبر دخل في حرم المولى. قلنا تكبيرة الإحرام تذكرنا بنية الإحرام في الميقات. قبل الميقات لست في ضيافة الله عز وجل، ضيافة خاصة. كلنا ضيوف الله عز وجل، كلنا في بلاد الله، ولكن في موسم الحج أنت في ضيافة خاصة وفي بلد خاص، هذا المعنى مفروغ منه. بعد التكبير الآن دخلت على ساحة القدس الإلهي، ماذا تصنع؟ أول ما تصنع تفتتح صلاتك بالسبع المثاني، سبع آيات مثاني تقرأ مرتين في الصلاة. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، طبعا هذا أحد التفاسير، والله العالم بمراده. رب العالمين أعطى النبي السبع المثاني والقرآن العظيم. القرآن كله في كفة والسبع المثاني في كفة. لو أن أحدهم أعطاك كيسا من الجواهر، كيسا مغلقا، ولكن أعطاك خاتما، قال خذ الكيس ثم قال خذ هذا الخاتم، يعني هذا الخاتم فيه جوهرة نادرة تعدل ما في الكيس كله. السبع المثاني، سورة الفاتحة نفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه سورة تلاوة، ولهذا البعض يستشكل من الفقهاء إذا قلت مثلا إياك نعبد وإياك نستعين فقط بعنوان الخطاب مع الله عز وجل. لو قلت اهدنا الصراط المستقيم دعاء لا تلاوة، أنت ما قرأت القرآن. إذن تلاوة لكتاب الله عز وجل، وفيه أيضا قرآن، نعم، تلاوة للكتاب، والصلاة، الصلاة هي القرآن الصاعد، والسورة هي القرآن النازل، حركة من العبد إلى ربه وحركة من الرب إلى عبده. في سورة الفاتحة تنتقل حركتان، العبد يحدث ربه لأنه يصلي، الرب يحدث عبده لأنه يتلو القرآن. يا له من موقف جميل، أجمل حركة في الوجود حقيقة الصلاة. نحن عندما نصلي في هذا المسجد أو غيره تأتي في بالي هذه الخاطرة، أقول نحن الآن نصلي في بعض العواصم ما يعبر عنه باجتماع القمة وليسوا بقمم، في بعض الشركات صفقات، نعم، بالملايين، نقول حركتنا في هذه الساعة
نعم هو الذي تلفت هي التي تلفت العرش. رب العالمين ما له واجتماع الظالمين، رب العالمين ما له واجتماع المترفين. نحن في هذه الساعة في أهم حركات الوجود، رب العالمين ينظر إلى بيوته وإلى عباده وإلى المصلين بين يديه. المهم في سورة الفاتحة تقترن الحركتان وفي ضمنها دعاء أيضا، يقول الفقهاء لا ضير، قل اهدنا الصراط المستقيم تلاوة للكتاب، وفي قلبك دعاء لا ينافي هذا المعنى. إذن دعاء، تلاوة للقرآن، صلاة بين يدي الله عز وجل، ماذا تريد أحسن من هذا؟ سورة الحمد تفتتح بالبسملة. هنا أئمة أهل البيت لهم موقف في هذا المقام، البعض لا يجهر بالبسملة والبعض لا يعدها من السورة. إمامنا الباقر عليه السلام عبر تعبيرا فيه عتاب وفيه توبيخ، قال سرقوا أكرم آية في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، سرقوها أي أخرجوها من السورة. لماذا لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ ولهذا من علامات المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني يا أيها الناس بسم الله جزء من السورة. بسم الله الرحمن الرحيم لو وصلت إلى ملكوتها لأمكنك التصرف في الطبيعة. آصف بن برخياء تصرف في الكون، نقل عرش بلقيس من بلد إلى بلد. نعم لا نستبعد أنه استعان ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن الإمام الرضا عليه السلام يقول إنها أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها. بسم الله الرحمن الرحيم فيه الاسم الأعظم. الآن الحديث عن الاسم الأعظم ليس من حديثنا هذا اليوم، ولكن لا بأس بمناسبة بسم الله الرحمن الرحيم نحوم على ما نفهم من الاسم الأعظم. لو كنا نعرف الاسم الأعظم لأنجزنا الكثير من الأمور، ولكن أين نحن والاسم الأعظم؟ الاسم الأعظم إجمالا، قد تقول أنا قرأت بسم الله لم يحصل شيء، ولو قرأتها 1000 مرة لا يحصل شيء، أعني لا يتغير شيء في الطبيعة. الآن ما المشكلة؟ الاسم الأعظم ليس لفظا يقال. لو أعطيت أحدهم هاتفا محمولا فارغ الشاحن لا يتصل، أعطيته مشحونا ولكن هذا الجهاز مقطوع الارتباط بالمركز لا يتصل، إذن هذا الجهاز يؤثر أثره إذا اتصل بمركز الاتصال. الاسم الأعظم يؤثر إذا اتصلت بالعرش. كيف؟ كأنه الاسم الأعظم دخول في الحاسوب العملاق. اتفاقنا هذه الأيام بعض المؤمنين يدخل في حواسيب الغير عن بعد، يدخل رمزا بهذا الرمز يتصرف في أجهزة الغير طبعا بإذنه. الاسم الأعظم تدخل على الحاسوب في العرش، طبعا بتعبيرنا اليوم القضية أعظم، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، تدخل في الكتاب المبين وتغير من عناصر الطبيعة. آصف دخل ذلك الحاسوب في الكتاب المبين وقال يا عرش بلقيس انتقلي من مكان إلى مكان، فانتقل. أئمتنا كذلك، النبي الأعظم دخل في هذا الكتاب المبين
وقال أيها القمر انشق فانشق القمر. إذن لو أمكنك الدخول إلى هذا الجهاز لغيرت من عناصر الطبيعة. لماذا بعض المؤمنين سمعنا البعض من الخواص، البعض من خواص المؤمنين للكل، البعض منهم كان يحوم حول هذا المقام بدعاء بسيط وإذا بالمريض يشفى فورا، الكلام الكلام. إذن بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح الدخول إلى ذلك العالم. طبعا اسمحوا لي أيضا هنا بالتوصية للمؤمنين، لا تحاول أن تستثمر الكتاب علاقتك بالله عز وجل لبعض المزايا الدنيوية. تقول يا فلان أنت مشغول بأي شيء، نراك تلهج بيدك سبحة لا تفتر عن الذكر. يقول نعم أريد أن أصل إلى مقام طي الأرض، أستغني عن الحجوزات مثلا، ذكر الله مقدمة للانتقال إلى البلدان، ما لك وهذا العمل. رأيت البعض، واتفاقا هذا البعض ندم ندامة كبيرة، جاءني يشتكي يقول أصبت كذا بعقوبة إلهية، لم يا فلان؟ قال أنا كنت أشتغل في عمل لكي أسخر الملائكة، ما لك وهذا العمل. الآن البعض يقول لماذا عوقب، لماذا أدب؟ هذا الذي يسخر الأرواح والجان مثلا يستعمل كتاب الله. أقول لا تتاجر باسم الله عز وجل. ولهذا لو جاءك إنسان تزلف عندك، أخذ يخدمك، يشتري حوائج المنزل، يلاطف أولادك، مبدئيا ترتاح إليه، تقول بارك الله فيك. ولكن إذا سمعت أنه يذهب للأسواق ويستجدي، يقول أنا صديق فلان ألا تعاتبه؟ تقول لماذا استثمرت علاقتك معي في جلب المال مثلا؟ أنت إنسان أسأت العلاقة. لا تستثمر علاقتك بالله عز وجل في كسب شيء من حطام الدنيا. وهذا المعنى مع الأسف هذه الأيام باسم الرقية الشرعية، باسم الاستشفاء بالقرآن، سمعنا الأباطيل في هذا المجال. ابتعد عن هذا العالم. نعم بمقدار ما أمرنا شرعا، صلوات الله على مولاتنا الزهراء عليه السلام، لها دعاء باسم دعاء النور مذكور في كتب الدعاء، مثلا لعلاج الحمى آية الكرسي، للحفظ من آفات السفر وغيره. التزم بحدود المأثور ولا تتعدى الحدود. أرجع وأقول بسم الله الرحمن الرحيم مفتتح عظيم للصلاة وللقرآن ولسورة الحمد. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ أو تعلم أن هذه الجملة جملة ناقصة في اللغة العربية؟ هذه الجملة بما هي لا معنى لها مبدئيا. تقول مثلا بالقلم، يعني ماذا بالقلم؟ كتبت بالقلم، ألفت كتابا بالقلم، أمضيت معاملة بالقلم. القلم له آلاف الاستخدامات، العبارة ناقصة. بالسكين، ماذا بالسكين؟ قتلت إنسانا أو قشرت فاكهة، لا يعلم. بسم الله يعني بالقلم، بسم الله يعني بالسكين. ما معنى هذه الجملة؟ الرحمن الرحيم صفة لله عز وجل. تقول بالقلم الذي يكتب سريعا، أيضا الجملة ناقصة. إذن ما هو المعنى؟ متى يتم المعنى؟ عندما تقدر شيئا. أنت قدر.
عندما يأتيك إنسان ظاهره هيئة المجرمين يقول أنا بالسكين، يعني بالسكين قتلت إنسانا، إذا كانت السكينة تقطر دما واضح. في موسم الحج عندما يأتيك الوكيل في الذباحة يقول بالسكين، يعني بالسكين ضحيت لك أضحية. القاتل قتل المضحي ضحى، إذن القرينة تدل على المعنى المقدر. ما معنى بسم الله؟ يعني يا رب أبتدئ عملي بسم الله، أفتتح تلاوتي للسورة بسم الله، تفتتح المحل بسم الله، أفتتح محلي بسم الله، تدخل على الزوجة ليلة الزفاف، يعني يا رب أتزوج بسم الله. في كل مقام أنت قدر المعنى. المشترك أن هذا العمل مفتتح بذكر الله عز وجل. إلهي بحق أوليائك، إلهي بحق الصالحين من عبادك، ابعثنا مقاما محمودا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأكرمنا بنعمة خاصة تبقى معنا أبدا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، لا تسلب منا صالح ما أعطيتنا أبدا، لا تكلنا لا تردنا إلى سوء استنقذتنا منه أبدا، إنك على كل شيء قدير. I know.